سلطة الذرة المكسيكية رح يكون بدنا 2 كوب من الذرة اللي بتكون مفروطة ومسلوقة ومشوية، وفي منها بيكون مباع بالمعلبات وجاهزين. رح يكون بدنا نص كوب من الفلفل الأحمر مقطع إلى مكعبات صغيرة، أحمر أصفر أخضر أي لون أنتم موجود عندكم، وأيضا رح يكون بدكم بصل أحمر مفروم ناعم أو مكعبات صغيرة. وكمان رح يكون بدنا ربع كوب من الكزبرة الطازجة برضو مفرومة، ربع كوب من الجبنة البيضاء أو جبنة الفتة مفتفتة أو مقسمة إلى أرباع، أنا بحب يكون شكلها مرتب فبقسمها لأرباع. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، نص ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الحار اختياري للناس اللي بحبوا الأكل الحار، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. هيك مكونات هدول، هاي الجهة هي مكونات السلطة المكسيكية. بدي أجيب وعاء أحط فيه كل الخلطة اللي موجودة عندي. أنا بحب دايماً، I think يمكن حتى متابعينا حفظوا علينا هذا الشيء، أنا كثير بحب أحط الصف لحاله كلهم مكونات كلهم يمتزجوا مع بعض. تمام، راح نحط الذرة ننزل بالمعلقة عشان ما نخلي ولا حباية هربانة. يعني عليك الذرة، الفليفلة بألوانها. على سيرة أنه لا ما بدك تخلي ولا حباية ذرة بالصحن، يعني بحب أحكي لكل حدا بيشوفنا اليوم أنه حرفياً الأمن الغذائي بيبدأ من مطابخ بيوتنا، لما إحنا بنحافظ على النعمة وما بنسمح لأي شيء من المكونات اللي هي صالحة للأكل أنه هي تروح هدر أو نتخلص منها. فشكراً ألاء، لازم ضروري لا صارت خايفة تخلي ولا قطعة فليفلة، أهرب هلأ. لازم كلهم يكونوا بالصحن. وهي البصل الأحمر، شوفوا البصل الأحمر، لا اللي ما بكتير بحبوا البصل بحب إنكم تخففوا من الكمية، اللي بحبوا البصل عادي لأنه هو يعتبر من البصل طعمه قوي. تمام، وأيضا هو من واحد من نوع البصل اللي بتحمل قوامه بتحمل، فإذا بكم تعملوا إشي بدكم تحاولوا تحافظوا على قوام البصل استخدموا البصل الأحمر. تمام، راح أحط أنا بس شوي من الكزبرة جوا السلطة وراح أخليه عشان التزيين فوق. نبلش بالصلصة، راح ناخذ الليمون نزيح هدول هيك. تمام، راح ناخذ الليمون راح نحط مع الكمون وشوية حار للي بحب، اللي ما بحب ما يحط عادي. راح أحط فلفل وراح أحط ملح الكسيح. معنا يا علاء المدرب الرياضي فراس العقرباوي بيحكي صباحكم فلو ياسمين، وصفة مرتبة، بس هو كمدرب رياضي بشوف إنه إذا كان الباذنجان المشوي بكون أفضل لأنه هيك بكون أقل سعرات، وأنا بتفق معك والله يا فراس. هيك الخلطة صارت جاهزة. هلا شوفي صراحة كمان الأشياء الأجهزة اللي صارت متوفرة صارت تسهل كتير إنه الواحد يقدر يأكل بطريقة صحية، بالطعم الزاكي وبالطريقة الصحية بالضبط. صحيح. هلا راح أحط الخلطة عندي على السلطة وأحرك. تمام، كيف الألوان؟ شيء بجنن، والريحة كمان كثير بتجنن. وصفة كثير سهلة سريعة. عم بحس كثير صرنا نتجه للسلطات، يعني بناء على نسبة المشاهدات الموجودة بالوصفات اللي كنا عاملينها من أول ما بلشنا، نسبة المشاهدات على السلطات جدا عالية، الناس عن جد بتحب السلطة، وأنا واحدة من الناس اللي بعتبرها وجبة عن جد. وأنا من الناس اللي بنبسط بس ألاء تعمل سلطة، بحب أبلش يومي بإشي فيه خضار، فهيك قبل ما أنطلق من التلفزيون لازم أدوقها وأجربها. بالنسبة لوصفة السلطة هي فيها نسبة ذرة، الذرة هي من الخضروات النشوية اللي نقدر نعتبرها من النشويات، يعني خلاص نحسبها كأنها كربوهيدرات. فبالنسبة للأشخاص اللي عندهم سكري بدنا ندير بالنا من نسبة الذرة، بتقدروا تأكلوا طبعا هاي السلطة وكتير مفيدة وكتير ممتازة وأليافها جدا عالية، ولكن دائما بفضل هذا النوع من السلطات ما ناخد معه مصدر من مصادر الكربوهيدرات، إنه خلاص أخذنا احتياجنا من الكربوهيدرات من الذرة. صح؟
نعم. انه السلطه لحالها، السلطه لحال لا ممكن تاخذها يعني جنبها بروتين يكون مثلا. اه طبعا بس السلطه صحيح تاخذها تغمسها بخبز مثلا. بالضبط، منيح حكيتي، هاي وحده من السلطات اللي كثير بزبط انه يتقدم معها قطع من صدور الدجاج. اها، يعني اذا حدا بحب انه يشوي شويه دجاج بقدر يحط معاها شوي من صدور الدجاج. وانا اخر شيء راح ازينها بشويه ازحه، والجبنه برضه راح احطها. نقدر نحط الجبنه جوا، نقدر نحط الجبنه فوق، بس انا راح احطها بس فوق. هلا نيفوز بتمنى اني اكون عم بقرا اسمك صح، نيفوز حداد بتقول يسعد صباحكم الحلو، بتقول انه منورين الشاشه دائما ثنائي مميز. يعني لا صار كثير عم بشوف تعليقات بيحكوا انه انا وياكي هيك صار في بيننا كيمياء اكثر. بلا صح، فحرفيا يعني الاندماج اللي صار عم بيصير بيني وبين ألاء حرفيا عم يظهر على الشاشه، فما شاء الله دائما مشاهدي التلفزيون الاردني هيك بيميزوا. بتعرفي كمان التحضير كمان كثير عم بيكون حليفنا، ان احنا دائما بنحضر قبل الحلقه كل شيء. صح، وهيك السلطه الثانيه بتكون طبعا انتهت. الجبنه، شكرا على اضافتك للجبنه، هيك الطبق صار فيه بروتين. بروتين ايوه، صار فيه بروتين، فكتير كويس هذا النوع من السلطات، بنصح فيه كعشة. هيك الطبق الثاني عندنا صار جاهز، رح نرجع بعد الفاصل نعمل كمان سلطه وطبق الحلو. الى ان نعود بعد الفاصل كونوا معنا. هاي هي طبق اليوم.